جورنال اسمه الرايه وجورنال اسمه الشرق، دول ايه بتوع مين ولا بيداروا ازاي؟ كل الاعلام في دوله قطر، الاعلام الخارجي المدعوم من دوله قطر يديره جهاز امن الدوله. تحت الاشراف الفني والاداري والمالي والاستراتيجي تحت اداره جهاز قطري. هذا اول مره تحصل في العالم يعني على فكره. يعني جهاز امني يدير الاعلام. لا حضرتك بتقول لي جهاز امن الدوله القطري هو المسؤول عن الصحافه هناك والاعلام؟ ايوه. مالي وفني وتحريري وكل حاجه؟ كل حاجه. قناه الجزيره مين بيدير قناه الجزيره؟ هو الاداره المباشره جهاز امن الدوله. الاداره المباشره؟ جهاز امن الدوله. الإدارة مباشرة يعني. أيوه. هذا حكم العصابة يعني. عصابة تتحكم في كل حاجة يعني. ليش 80% من الكادر اللي في الجزيرة مثلا كله أجانب. إذا المواطن يخاف وما بالك الأجنبي. الأجنبي أنا مثل فيصل القاسم أنت تعطيه في الشهر 100,000 دولار. ما كان يحصل 5% من هالراتب لما كان في بريطانيا. ايه تبيه يعني يتكلم بالحقيقه؟ مستحيل. بتتكلم على جمال ريان وعلى خديجه وعلى الشله الاخوان التنظيم ده العصابه. كله عاوز يعيش. فحضرتك بتقول لي يا سيد علي انه أيوة. جهاز الامن امن الدوله القطري هو اللي كمان مسؤول عن قناه الجزيره وهو اللي بيحرك تعمل ايه وما تعملش ايه؟ يعني هو كمان اللي بيحرك الاعلاميين اللي في القناه؟ مليون في المليون. ولا اتحدى اي مسؤول في جهاز امن الدوله او اي مسؤول قطري على وسيله الاعلام ينكر هذا الشيء. انا اتحدى اي بني ادم في قطر يقول لي ان الاجهزه الامنيه والصحافه ما تخضع الى اشراف جهاز امن الدوله في دوله قطر. ليه الجزيره لا تتحدث عن قطر؟ هي موجهه لبره للدول العربيه وهدم الدول. ليه ما بتقولش اللي بيحصل في قطر؟ هي انت اول مره انت اعلامي وقديم وخبير وتفهم مني اكثر مني في مجال الاعلام. انت عمرك سمعت قناه سياسيه وامنيه مش اعلاميه؟ ما تقدم ماده اعلاميه فنيه. ما تقدم شغلها يعني ابتزاز الدول. الضغط على الدول. صحيح. يعني حتى انا اذكر مره حسني مبارك رئيس حسني مبارك لما زار قطر وآلها في حفلة عشاء في قطر قال انتوا بعدوا قناة الجزيرة عن مصر احنا وقطر بخير. مباشرة آلها. ايوه يعني ده كلام رئيس يعني مش كلام واحد عادي. يعني المشكلة اللي خلقتها قطر اول مشكلة اول باب اول نافذة على العالم المشاكل هم قناة الجزيرة لاستقطاب اول ناس هم الارهابيين. والله ايش يخلي بن لادن في افغانستان يبعث سرير مسجل الى قناة الجزيرة؟ ليش ما يبعثه لاي قناة يعني؟ اي قناة راح تروح ينتشر. ايش معنى يعني؟ للاسف الشديد يعني احنا وصلنا الشعب القطري هذا الشعب الكريم هذا الشعب الخلوق هذا الشعب اللي شايف خير حرام يعمل به هذا حرام عصابه مثل هذه تحكم هذا الشعب. بيشتغل لحساب مين تميم والعصابه دي؟ لحساب مين؟ يعني هم لما يضرب في مصر يضرب في السعوديه يضرب لحساب مين؟ المعروفه يعني احنا عملاء دوله قطر عميله بدرجة دولة إلى إسرائيل في المقام أمريكا. سياسة واضحة يعني استراتيجيا واضحة. يا سيد علي حضرتك اللي خدمت في جهاز الاستخبارات القطري بتقول إن أنتوا بلدكوا دولة عميلة لإسرائيل وبعديها أمريكا؟
ايوه احنا افضل علاقه عربيه اسلاميه على الارض بين اسرائيل واي دوله عربيه هي دوله قطر. وبكل تبقى قطر تفتخر بهذه العلاقه في اوروبا وفي العالم. احنا عندنا استثمارات بالمليارات في دوله اسرائيل العظمى. الدوله الوحيده استثمارات قطريه في اسرائيل؟ ايوه الدوله الوحيده. لا معلش انا اسف، حضرتك بتقول الدولة الوحيدة اللي لها استثمارات بالمليارات في اسرائيل هي قطر؟ ايوه هذا شيء، هاي شيء هم ما يقدرون ينكرونه يعني. هذه علاقة مميزة يعني، مش أي علاقة يعني ممكن بين مصر وبين إسرائيل إذا في معاهدة سلام، في علاقة دبلوماسية، علاقة تنسيق أمني في بعض الحالات، علاقة معروفة يعني ما تتجاوز هذا الحدود. لكن في دولة في قطر لا، احنا تجاوزنا كل